فني محرزية طويل، نورتي منصة كيمو ميديا، نورتي سوريا كمان. أهلا وسهلا، سوريا طبعا منورة بأهليها والله يخليك ألف شكر. طبعا كل يوم تتحسن لأحسن، والمرة هذه شفتها أحلى، وأمان وأمن موجودين حتى في الطرقات، والناس يعني بشوفهم مرتاحين، فكنت أنا نوعا ما 100% مرتاحة. أنا أمي سمتني على اسم ولي صالح، اسمه محرز ابن خلف، فلو اجت بنت يعني محرزيه، لو ولد محرز، فانا اجيت بنت. ولكن في الشرق يعني يقولوا اللي محرزيه شيء محرز، يعني حاجه جميله، حاجه عندها قيمه. حبي كله حبيته فيه، الحب كله وزماني كله أنا عشت لي زمان. شوفي إنه اللهجة التونسية بتحد من شهرتك عربياً، كونها صعبة شوي على الجمهور العربي تقريباً. والله هي مش يا صعبة، يعني لو كنا ما فيش أصعب من اللهجة المغربية، أو كثير من اللهجات صعبة، ولكن المشكل أنه الناس ما تتفرجش مثلا مسلسلات تونسية. هي هو شنو اللي خلينا قريبين لبعض؟ يعني احنا منين تعلمنا من المسلسلات السورية، من المسلسلات اللبنانية المصرية. فلو الناس تتعود أنها تتفرج مسلسلاتنا، أكيد راح معناتها أكيد باش تسمع اللهجة وتتعلم وتعرف المعاني، فما نعتقدش أنها صعبة. اليوم شو عم تحضر المحرزية لقدام؟ شو عندك مشاريع غنائية؟ أنا دايما اللي نحضره ما نقومش به، لأنه جي هناك حاجات تجي معناتها صدفة. تجي مثلا أنا نحضر مثلا بعد شهرين عندي حفل مهم جدا، جيني قبل هالشهرين هذه سفريات البرة، أنا ما كانش عندي دراية مثلا، أنا ماشية لمونريال وماشية إن شاء الله لمصر، عندي حفلات. فهناك تجي معناتها بعض الحاجات اللي هي يعني حتى الحفل اللي أنا نحضره ما نعطيش يوم معين، خليه مفتوح. فبالطريقة هذه أصبح أني أنا نأجل الشيء اللي أنا اخترته. مساء النور، أنا نحب نشكركم على حضوركم اليوم وعلى استجابتكم للدعوة. إن شاء الله يا ربي تكون السهرة عجبتكم، ونتمنى إن شاء الله يتم لقاء ثاني أو ثالث في سوريا، وحفلة سواء في دار الأوبرا أو خارج دار الأوبرا. إن شاء الله يا ربي تشرفونا، وشكرا على كل شيء، ألف شكر.